ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے آفت پھیلی ہوئی ہے. ہر چھوٹا بڑا اس کا شکار ہے اور آفتیں اس قدر ہیں، بیماریاں امراض کی وجہ سے پوری سپر پاور جو طاقتیں وہ بے بس نظر آتی ہیں، میڈیکل سائنس بے بس نظر آتی ہے، سائنس ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ پیر پھول گئے ہیں. تو گویا کہ یہ ایسی آفت ہے کہ جو پوری کائنات کی انسانیت کو پریشان کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان و یقین کام کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زماں، آپ کے الفاظ قدسیہ، آپ کی احادیث طیبہ، آپ کی سنن اور آپ کی مستحبات جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہیں. آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وہ مجموعہ ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور اس کے مصنف امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. علم و فضل کا اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، اور ان کی جو کتاب صحیح بخاری اصل کتب بعد کتاب اللہ کا اعزاز حاصل کر بیٹھی ہے کہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کی اور جہاں کتنی کرامتیں ہیں، ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ صحیح بخاری کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے آفتیں ہٹا دیتے ہیں، دنیا سے امراض اٹھا لیتے ہیں، دنیا سے تعاون چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ علماء بخارا، علماء سمرقند، علماء ماوراء النہر، ان کا تجربہ ہے، 13 صدیوں سے امت کا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی روز زمین پر آفتیں نازل ہوئیں، جب بھی کسی زمین پر جو ہے آسمانی قہر ٹوٹا ہے، تو یہ قرآن، یہ صحیح بخاری شریف کا کہ جب تلاوت کی گئی، اس کا درس دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے دنیا سے ان آفتوں کو دور کر دیا. اور ایک عرصے سے میں اہل علم کو یہ درخواست کرتا رہا کہ صحیح بخاری شریف کی تلاوت کریں، یہ کرونا وائرس آیا ہے لہذا صحیح بخاری شریف کی تلاوت مدارس کے اندر ہو، مکاتب میں ہو، مساجد میں ہو. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جیسے 13 صدیوں سے یہ جو ہے وہ محدثین کا تجربہ ہے کہ یہ بیماریاں سب کی سب اٹھ جاتی ہیں، تو یقیناً آج کرونا وائرس کے حوالے سے جو آفت اتری ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اٹھا لیں گے. ظاہر ہے کہ لیکن اب تک اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو ہے کوئی ایسا جو ہے وہ نتیجہ سامنے نہیں آیا. تو میں نے خود پھر اس کا اہتمام کیا اور پاکستان کے اندر میں نے 2 علماء کرام کی ذمہ داری لگائی، اور وہ علماء کرام اس کی تلاوت کر رہے ہیں. چنانچہ ایک جو ہے حضرت مولانا مفتی صبغت اللہ عدن صاحب اور دوسرے حضرت مولانا قاری رضوان صاحب، یہ دونوں حضرات جو ہے یہ وہاں تلاوت کر رہے ہیں، اور تقریباً جو ہے 500-600 صفحات تک بخاری شریف کی تلاوت ہو چکی ہے، اور وہ جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ تلاوت جو ہے رحم ٹی وی کو پر لائیو جو ہے اس کو نشر کیا جائے گا. آپ راست سے درخواست ہے کہ جب رحم ٹی وی کو پر ان قریب چند دنوں کے اندر جب وہ لائیو آنے لگے تو آپ اپنے گھروں کے اندر جو ہے اس کو لائیو جو ہے آڈیو لگا دیں، ویڈیو لگا دیں، تاکہ اس کی گونج جو ہے بخاری شریف کی تلاوت کی پورے گھر بار کے اندر ہوگی. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ یہ کرونا وائرس تو کیا کسی قسم کی بھی آفتیں ہوں گی، اس گھر سے، اس دھرتی سے، اس خطے سے اللہ تبارک و تعالی ان آفتوں کو اٹھا لیں گے. اس لیے آپ حضرات جو ہے بالکل منتظر رہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے وہ تلاوتیں مکمل ہو رہی ہیں، تبھی جو ہے انشاءاللہ وہ تلاوت جب ان کی شروع ہو تو آپ حضرات جو ہے ضرور اس کو خود سنیں بھی، اور جو وہ اس کو گھر کے اندر بلند آواز سے لگائیں بھی، اور آگے بھی دوستوں کو شیئر کریں. جب پورے عالم کے اندر جگہ جگہ بخاری شریف کی تلاوت جو ہے آپ کے ٹیلی ویژن کے اوپر ہونے لگے گی، آپ کے فون کے اندر ہونے لگے گی، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ کرونا وائرس جی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس طرح کے کتنے بھی وائرس ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین سے مٹا دیں گے. آمین یا رب العالمین. ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون آفیشیل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب اس حوالے سے باندھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی. اس میں وہ احادیث لے کر آئے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی. انشاءاللہ اب ہم اس کی تلاوت کریں گے. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان رحمہ اللہ قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع القمه بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنهما ان الحارث بن هشام سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ياتيك الوحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا ياتيني مثل صلصله الجرس وهو اشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوج لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال فقلت ما أنا بقارئ فقال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقرئ الزيفة وتعين على نبائب الحق. فانطلقت به خديجة رضي الله تعالى عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى عزى بن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا يا ليتني أكون حجا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا مخرجيهم. قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذا سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فحمي الوحي تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري فقال يونس ومعمر بوادره
حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابو عوانه قال حدثنا موسى بن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجل من التنزيل شده وكان مما يحرك شفيته فقال ابن عباس فانا احركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد انا احركهما كما رايت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فانزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه قال جمعه لك صدرك وتقراه فاذا قرانه فاتبع قرانه قال فاستمع له وانصت ثم ان علينا بيانه ثم ان علينا ان تقراه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبرائيل استمع فاذا انطلق جبرائيل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمد الناس وكان أجمد ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجمد بالخير من الريح المرسلة حدثنا أبو الجمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكان تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوا وهم بإلياء فدعاهم في مجلس وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا ترجمانه قال أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قال أبو سفيان فقلت أنا أقرب نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الأحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبوا فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله قلت لا قال فهل كان من أباء من ملك فقلت لا قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكنوا كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال ماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول أباكم ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آباء ملك فذكرت ألا فقلت فلو كان من آباء ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوهم أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم اتباع الرسل وسألتك يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت ألا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت ألا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فس يملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية الكلبي إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد عبد الله ورسول الله القلي العظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعاءات الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم اليريسيين يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه السواء بيننا وبينكم لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون قال ابو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءه الكتاب كثر عنده صخبه وفرتفعت الاصوات واخرجنا فقلت لاصحابي حين اخرجنا لقد امر عمرو بن ابي كبشه انه يخاف ملك بني الاصفر فما زلت موقنا انه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام وكان ابن الناطور صاحب إلياء وهرقل سقف على نصار الشام يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال له حين سألوا إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود فبينهم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبروا هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا فنظروه إليه فحدثوه أنه مختتن وسألوا عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد زار ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في دسترة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الرومي هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاسوا حيسة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردهم علي وقال إني قلت مقالتي أنفا اختبروا بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شان هرقل قال أبو عبد الله رضاه الصالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اب ہم انشاءاللہ کتاب الایمان یہاں سے شروع کریں گے امام بخاری رحمہ اللہ اس کتاب میں وہ ابواب لے کر آئے ہیں کہ جس میں سرکار دو وہ احادیث لے کر آئے ہیں کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے تو اس حوالے سے اس کتاب میں جو ہے وہ احادیث مبارکہ امام بخاری لے کر آئے ہیں اب ہم اس کی تلاوت انشاءاللہ شروع کریں گے باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص قال الله تعالى ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ويزداد الذين امنوا ايمانا وقوله عز وجل ايكم ذات هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادهم ايمانا وقوله فاخشوهم فزادهم ايمانا وقوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما والحب في الله والبغض في الله من الايمان وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن عدي ان الايمان فرائض والشرائع وحدودا وسننا فمن استكمل استكمل الايمان ومن لم يستكمل لم يستكمل الايمان فان اعيش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص وقال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي وقال معاذ رضي الله عنه اجلس بنا نؤمن ساعة وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اليقين والإيمان كله وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حق في الصدر وقال مجاهد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أوصيناك يا
یا محمد و ایاہ دینا واحدا، وقال ابن عباس شرعتا ومنهاجا سبیلا وسنة ودعاؤکم ایمانکم. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا حنظلت ابن ابی سفیان عن عکرمة بن خالد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على خمس: شہادة ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. باب امور الایمان. وقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى قوله المتقون: قد أفلح المؤمنون الآية. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. باب المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده. حدثنا عادم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي الصفري وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. قال ابو عبد الله وقال ابو معاويه: حدثنا داود بن ابي هند عن عامر قال: سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الاعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب اي الافضل اي الاسلام افضل. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي القرشي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو برده بن عبد الله بن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى قال: قالوا يا رسول الله اي الاسلام افضل؟ قال: من سلم المسلم من لسانه ويده. باب اطعام الطعام من الاسلام. حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا ليس عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الاسلام خير؟ تطعم الطعام. قال: تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفته ومن لم تعرف. باب من الايمان ان يحب لاخي ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب حب الرسول من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده والناس أجمعين. باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا في وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء على يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن الجبر قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. باب حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن الزهري قال أخبرنا أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت وكان شهد بدر وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابي بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرفوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن ومن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيء فعوقب في الدنيا وهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيء ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن أسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الصعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير بال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وإن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم ما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فی وجد حلاوۃ الایمان من قال اللہ ورسوله احب الیہ مما سواهما ومن کان ومن احب عبد اللہ یحب الا للہ ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذا انقذہ اللہ کما یکرہ ان یلقى فی النار باب تفاضل اهل الايمان في الاعمال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابي عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار ثم يقول الله واخرج من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان فيخرجون منها قد ودوا فيلقون في نهر الحياه ابي الحياه شق مالك فينبتون كما تنبت الحبه في جانب السيل الم تر انها تخرج صفراء ملتبيه قال وهيب حدثنا عمر الحياه وقال خردل من خير حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن ابي امامه بن سهل بن حنيف انه سمع ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قال فما افضلت ذلك يا رسول الله قال الدين باب الحياء من الايمان حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعيد اخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الايمان باب فان تابوا وقاموا الصلاه واعطوا الزكاه فخلوا سبيلهم حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا ابو روح الحرمي بن عماره قال حدثنا شعبه عن باقر بن محمد قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله باب من قال ان الايمان هو العمل لقول الله تعالى وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه وكان على الاستسلام او الخوف من القتل لقوله تعالى قالت الاعراب امننا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا فاذا كان على الحقيقه فهو على قول جل ذكره ان الدين عند الله الاسلام الايه حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن سعد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا واعجبهم الي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله اني لا اراه مؤمنا فقال او مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله اني لا اراه مؤمنا فقال او مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه خشيه ان يكبه الله في النار ورواه يونس وصالح ومعمر وابن اخي الزهري عن الزهري باب إفشاء السلام للإسلام وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإفطار حدثنا قتيبة عن قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف باب كفران العشير وكفر دون كفر فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلمة عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد النار فإذا أكثر أهلي النساء يكفرن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدار ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المسلمين. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان فسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن باسل الأحدبي عن المعروري قال لقيت أبا ذر بالربضة وعليه حلة وعلى غلام حلة فسألت عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعجرت بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرت بأمه إنك امرأ فيك الجاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخو تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينهم. باب الظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن قلعة عن علقمة عن عبد الله لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم؟ فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. باب علامة المنافق. حدثنا سليمان بن الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك عن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذبا وإذا وعد أخلف وإذا أوتم من خانة. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافق خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أوتي من خانة وإذا حدث كذبا وإذا عاهد غدرا وإذا خاصم فجر تابعه شعبة عن الأعمش. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الجهاد من الإيمان. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمر بن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كتب الله عز وجل لمن خرج في سبيل الله يخرج إلا إيمان به أو تصديق برسله أن أرجع بما نال من أجل أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحياهم ثم أقتل ثم أحياهم ثم أقتل. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. حدثنا أبو سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثني يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الدين يسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبرية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدرة والروحة وشيء من الدلجة. باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلى صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه في حديث هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحفل الرجال وقتلوا فلم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم
باب حسن اسلام المرء قال مالك اخبرني زيد بن اسلم ان عطاء بن يسار اخبره ان ابا سعيد الخدري اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عنه كل سيئه كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف والسيئه بمثلها الا ان يتجاوز الله عنها. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنه يعملها تكتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وكل سيئه يعملها تكتب له بمثلها. باب احب الدين الى الله عز وجل ادومه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امراه قال ومن هذه؟ قالت فلانه تذكر بالصلاه. قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان احب الدين الي ما الدوام عليه صاحبه. باب زياده الايمان ونقصانه وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين امنوا ايمانا وقال اليوم اكملت لكم دينكم فاذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه بذر شعيره من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه بذر ذره من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه بذر ذره من خير. قال ابو عبد الله قال ابان حدثنا قتادة حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم من ايمان مكان خير. حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا ابو العميس قال اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان رجلا من اليهود قال له يا امير المؤمنين ايه في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال اي ايه؟ قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفه يوم الجمعه. باب الزكاة من الإسلام وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس نسمع ذبي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطبع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطبع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطبع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح من صدقة. باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي الجل منجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن بن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين كل قراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع من الأجر بقراط. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا آمن إلا منافق. وما يحذر من الأسرار على التقاتل والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فطلاحي رجلان من المسلمين فقال إني خرجت ليخبركم بليلة القدر وإنه طلاحي فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم ألتمسوها في السبع والتسع والخمس. باب سؤال جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جاء جبرائيل يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لمفتي عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اخبرنا ابو حيان التيمي عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فاتاه رجل فقال ما الايمان؟ قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وبلقاء ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الاسلام؟ قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان. قال ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يرى. قال متى الساعه؟ قال ما المسؤول؟ بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل بهمي في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبرائيل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. باب حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل قال لو سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت ألا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة القلوب لا يسقط أحد. باب فضل من استبرأ لدينه. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عمرو قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حما ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. باب أداء الخمس من الإيمان. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنه فيجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك ساما من مالي فأقمت معه شهرا ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قال ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام بيننا وبينك هذا الحي من الكفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوا عن الأشربة فأمرهم بأربعين ونهاهم عن أربعين أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمسة ونهاهم عن أربعين عن الحنتم والدباء والنقيل والمزفة وربما قال المقير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أم امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا
شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاء علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وعليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والبقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا ليمينكم فإنه كان يحب العفة. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعت على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون آفیشیل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب العلم باب فضل العلم وقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقوله رب زدني علما. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه إعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها ألا يا رسول الله قال فإذا زجعت الأمانة فانتظر الساعة فقال كيف إضاعتها قال إذا بصد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عضانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيانة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وقال شقيق عن عبد الله رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كذا وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه وقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم تبارك وتعالى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة فأستحيت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحيت ثم قالوا حدثنا يا رسول الله ما هي قال هي النخلة باب القراءة والعرض على المحدث ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث زمام بن ثعلبة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلاة قال نعم قال فهذه قراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر زمام قومه بذلك فأجازوه واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ على المقري فيقول القارئ اقرأني فلان أقرأني فلان حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الباسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم وحدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن سعيد وهو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فناقه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال له الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم فقال أنشدك بالله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم فقال أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من الصلاة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال رجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من وراء من قومي وأنا الإمام بن سالمة أخو بني سعد بن بكر رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبنا أن يجي الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك قال فصدق فقال فمن خلق السماء قال الله عز وجل قال فمن خلق الأرض والجبال قال الله عز وجل قال فمن جعل فيها المنافق قال الله عز وجل قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها المنافق الله أرسلك قال نعم قال زعم رسولك أن علينا خمس صلوات وزكاة في أموالنا قال صدق قال بالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال زعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال فبالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق لا يدخلن الجنة باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم للبلدان وقال أنس رضي الله عنه نسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف فبعث بها إلى الآفاق ورأى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا شعبة قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وأراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مكتوبا فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياض في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس
باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي باقد الليثي وعن أبي باقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاث نفر فأقبل إثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفه وأما الثالث فأدبر راهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآبى إلى الله فآباه الله وأما الآخر فاستحي الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعي من سامع. حدثنا مسدد قال حدثنا بش قال حدثنا ابو عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابي رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وامسك انسان بخطامه او بزمام قال اي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسيمه سوى اسمه قال اليس يوم النحر قلنا بلى قال فاي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسيمه بغير اسمه قال ليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم أموالكم أعراضكم بينكم حرام كحرمة بيومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعي له منه. باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء وورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال إنما يخشى الله من عباد العلماء وقال وما يعقلها إلا العالم وقال وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير وقال يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخير يفقه في الدين وإنما العلم بالتعلم وقال أبو ذر لو وضعتهم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب وقال ابن عباس كونوا ربانيين حكماء حلماء فقهاء ويقال ربانج الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقبلهم بالموعدة والعلم كي لا ينفروا. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقبلنا بالموعدة في الأيام قراءة السامة علينا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياحي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له الرجل يا أبا عبد الرحمن لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إن يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتقبلكم بالموعدة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقبلنا بها مخافة السامة علينا. باب من يرد الله بخير يفقه في الدين. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله بخير يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يؤتي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. باب الفهم في العلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. باب الارتباط في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تصفدوا قال أبو عبد الله وبعد أن تصفدوا وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد كبر سنهم. حدثنا حمادي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد
على غير ما حدثنا الزهري قال سمعت قيس بن ابي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل اتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها. باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر الى الخزر وقوله تبارك وتعالى هل اتبعك على ان تعلمني هل اتبعك على ان تعلمني. حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح يعني ابن كيسان عن ابن شهاب حدثه ان عبيد الله بن عبد الله اخبره عن ابن عباس رضي الله عنه انه تمارى هو والحر بين والحر بن قيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى قال ابن عباس هو خزر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إني لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاء رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا فأوحى الله إلى موسى بل عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان يتبع أثر الحوت في البحر فقال لموسى فداه أرأيت إذا أبينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأن ما قص الله تعالى في كتابه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الباري قال حدثنا خالد عن اكرمه عن ابن عباس قال زمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه الكتاب. باب متى يصح السماع الصغير. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس قال اقبلت راكبا على حمار اتاني وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير الجدار فمرت بين يدي بعض الصف فاصلت اتاني ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه قال أقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو. باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة الشارع إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. حدثنا أبو القاسم خالد بن خليج قاضي حمص قال حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمار هو والحر بن قيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا فأوحى الله إلى موسى بل عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فرج فإنك ستلقاه فقال موسى يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذا بينا إلا الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأن ما قص الله في كتابه. باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدي والعلم كمثل غيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فانتبتت الكلاء والعشب الكثيرة وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا فأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقيها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق عن أبي موسى عن أبي أسامة وكان منها طائف مقجرة الماء قاع يعلوه الماء والصف صف المستوي من الأرض. باب رفع العلم وظهور الجهل.
وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يزيع نفسه. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الباري عن أبي التياح عن أنس قال قال رسول الله إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزنا ويظهر الزنا. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. باب فضل العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الرجة يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قال قالوا فما أفضلت أفضلته يا رسول الله قال العلم. باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة غيرها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر بن عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة البداء بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. قال فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي قال فأومأ بيده قال ولا حرج. وقال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. حدث المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنزة عن سالم قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله ما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفه حرفها كأنه يريد القتل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقال سبحان الله قلت آية فأشارت رأسي أي نعم فقمت حتى علاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك قال أسمع من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو بالموقن لا أدري أيهما قالت أسمع فيقول هو محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا فيقال نعم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أم المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسمع فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث قال رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون آفیشیل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. شکریہ.